بسم الله. أيونس جبد جبد أولدي. اش السي العمراني، شنو الفرق بين كابايا وتونينا؟ الا كانت تونينا كدير 2000 فرنك، كابايا شحال كدير؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بالاخ القرشالي. مرحبا السي العمراني الصحفي ديالنا. الله يكرمك اخي. الله يبارك فيك اخي. واللي تيبقاش دائما على الهموم بالمواطن وتيفرقاش، واللي شنو مشات كدير. الخير موجود الحمد لله، اليوم وقع الرخاء وكاين كاين الرخاء. موجود حد الناس موجود الحمد لله. ترحبوا بالاخ القرشالي. شنو قلتي لي اخي الفرق ما بين؟ قلت لك تونينا الا كانت كدير 20 درهم، كابايا شحال كدير؟ تونينا هذا حوت بيض. هذا بيض تونينا حوت بيض. هذا ماكرون بلون. اضيف الى معلوماتي. هذا الماكرون بلون. انا راه ما كنفرقش بيناتهم السي العمراني. هذا حنا غادي نشوفوا الفيلي ديالنا. هذا حوت، هذا فيه الاوميغا 3، هو الاول حوت اللي فيه الاوميغا 3 بزاف. كينصحوا به الطب. نعم. هذا تنصحوا به الاطباء. هذا حوت اليوم. هذا الفيلي ديالنا. ما شاء الله. كاين اخرى الماكرون، هذيك فيها الدم بزاف، ماكرون نوار. هذا فيه الشوكر بطبيعة الحال. لا ما فيهش الشوكر، دابا هي حيدنا السجون ديالو. وقع فيه. شحال كيدير هذا؟ هذا سادي يكون بعض المرة 50 40 درهم. درهم بعض المرة بحال دابا طنجة تيطوانة 40 50 درهم. الفرق بينه وبين كابايا؟ كابايا حوت كحل. تا هو فيه الأوميغا 3. بطبيعة الحال. هذا حوت بيض. هذا ماشي ساكن كابايا، ساكنة هنا في القنصلية. هذا حوت مهاجر تيجي من دوار الشندورة، تيجي من التيم. جميل. جميل. والغريب في الامر هذا اللي عنده انه تيدوز بجميع المناطق ديال المباني، ملي تيلحق من هنا عنده واحد القوه كبيره بحالو بحالكم. هذا حوت مهاجر. دابا انت تنصح الناس ياخذوه؟ اي هذا بزاف هذا سي تونين ولا شنو؟ ولا كنشوفو بقى عندك هنا قليل بمعنى تستهلك. لا تستهلك، نمشاو شي جوج سنوات، الناس العريس ياكلوه مزيان. الناس ديال زايده، الناس ديال طنجه، الناس ديال تيكوان، سبتاوه. هذا تيتسهل بزاف هاد المناطق الشعبية. اليوم اخاي عندنا الحوت موجود، الحوت ديال البلاد موجود الحمد لله. الحمد لله. الثمن رخيص ذهب الحمد لله. انتم تشوفوا كل شيء تباع. الناس العرايس كيستاهلوا تيعجبوا الحوت ديال البلاد. وكان الثمن رخيص بشكادية تباعت ب 40 درهم مزيان. الدنبا ب 50 درهم. تونين 2000 درهم. الشرق 30 درهم. هذا الشرق ماشي كذوب ولا شي حاجه، الحوت ديال البلاد. ارى نجيو للحوت اللي كيتستهلك اكثر بحال السردين والشطون. السردين اليوم انا ما عنديش شي معلومات على السردين. ما بين 1000 فرنك و 1500. 1000 فرنك واقيلا. شحال عامل السردين عقاقير؟ شحال دار؟ شحال دار السردين عادي؟ 1000 فرنك. اذا رخيص في المتناول. وراه العريشين كيشدوه وكيشويوه وكيتمتعوا به. الشطون السي العمراني؟ اجي اختي. 2000 فرنك باش يبان لك. جميل، هو الثمن مناسب. الثمن مناسب، الشطون قريب. غير يجمع لنا 4000 فرنك. غير السنارة ها هو. ما شاء الله ما شاء الله. قسم على 5000 فرنك. كاين الشرن الريحاني. شرن الريحاني. الريحاني هذا، الشرن هذا شرن بلانكو، هذا احسن شرن. الله معود السي العمراني معود. هذا كيدخل في الخانه الزرقاء ياك؟ هذا النوع الازرق ولا الابيض؟ هذا من اجود الانواع ديال الشرن، لان الشرن فيه بزاف ديال الانواع. هذا الريحاني هذا من احسن انواع ديال الشرن. ينصح به طبعا. وديك الرقيق شو الفرق بينه وبين الرقيق؟ باقي صغير هذا كبير. هو نيت. واش كنسمعوا الشرن ديال الحجر؟ هذا الشرن ديال الحجر. هو هذا. ما شاء الله. هذا راه انا عيوض الناس باش ياكلوا هذا بزاف. حتى بصح دابا ملي برد الحال الاسماك تترجع للجوده ديالها. وتيخرج الحوت مع الله يطول الله الله يرحمنا في الشتاء. امين. هذا اللي مهم. هذا اللي مهم في الحجر. ولات زاد الحوت، الحوت عيش مال، الحوت عيش زاد. دابا في الشتاء راه الحوت الحوت عيش من الشتاء غادي يخرج. ياك. دابا هو بحال
بحال بحال الفلاحه. سبحان الله، الا طاحت الشتا راه طاحت الشتا راه في الحوت البياض عا يكتاش مع تيتحرك البحار شويه، وهذه الحوت تيخرج من ربما حتى الطبيعه ديالو ربما كتغير كيولي سخون في الشتا ولا ياك ملي كطيح الشتا كيسخن البحر. لا تيتحرك كيتحرك ما تيتبعو ديك شوف تيتحرك الرماح تيتحرك الماكلة حتى تخرج يلعب. سبحان الله، ملي تتكون كالمة راه ما تنسى ديك المراعي الحوت شي اسماك صغيرة تيرعى عليها الحوت تتكون ناعسة. ولكن كون ميم دابا مزيان اليوم مزيان كاين الحوت تيتحرك تيتحرك الحمد لله. الناس العريس سمع عشوي تبارك الله الدنيا طريقة عندهم الحوت موجود. القنبة شحال واصلة؟ دابا هادي واش الرقيقة ولا الغليظة؟ الرقيقة شغنقول لك أنا تنبه للمستهلك ما ياكلهاش، إذا بغى يحافظ على البيئة يتعاون مع الناس اللي تيحاربوا هاد السقية ديال الأسماك الصغيرة، زعما المستهلك يحرم ديك القنبة راه حرام عليه. يمشي للغليظه بالطبع. يمشي للغليظه تكون واجده فيها ما ياكل، القنبه الرقيقه راه بحال اللي تيعاون ديك المجرم اللي تيصيدها. جميل. وتيجيبها وتيحطها لهنا يبيعها بارخص ثمن. اخر سؤال السي العمراني، دابا تكون حلقات ان شاء الله بحول الله، اخر سؤال، الى جا الانسان للسوق وبغى يشري الحوت بالنسبه للطراوه شنو كتنصحوا؟ شنو يشوف في الحوت باش يعرفوا راه طري؟ ونعطيه جوج النصائح، انه يشري الحوت من الميسه، ما يشريش الحوت من الارض. ياك. ان الحوت ديال الارض تيكون فيه تيكون ديك البكتيريا بزاف. هذه وحده. يشوف الحوت متلج، ما يشريش الحوت من الميسه. اها، الثانية. والثانية انه يراقب عينه يكون عنده الثقة في البائع. الثقة في البائع. انه يمشي عند الحريفي. الله يعطيك الصحة. يعني أخطر حاجة هو الحوت ديال الأرض. أولا الحوت في الظلام، أولا الحوت في عند السوق، كيتبت راسو من عند ختامه مليت. واحد من نداء للرئيس مجلس البلدي تنشكروه وتنرحبوا به وفرحانين يا سيدي بالترشح ديال ولد البلاد اللي شخص تعب من الصبيحي. هاد الشيء ما عمل مع التجار اللي غادي يعطي النتيجه ديالو، وعمل الراجل المناسب في المكان المناسب هو السي محمد الحمدي. هذاك السيد غادي يخدم ولد العريس ولد البلاد، عنده غير على الوطن هذا اللي غادي يقول واخا هو التنظيم. الله يرحم الوالد. شوف ياك تنطلبوا حنا جمعيه ديال التجار تنطلبوا بشي تنظم لنا راسنا، عطينا الامن وعطينا الاداره راه في 4 سيمانه ننظموا هذا السوق هذا. وشكرا مزيدا الله يوفقك اخي سيدنا. الله يوفقك اخي الياس يوسف. ومرحبا بكم.